رمضان على الابواب وكنا باغي نعرفوا الطريقه الصحيحه باش نصوموا ونستافدوا صحيا من الصوم ومن رمضان. فهاد الحلقه دقينا باب ديال الخبراء في البيولوجيا وفي التغذيه وسولناهم شحال من مره خصنا ناكلوا في رمضان، وحده جوج ثلاثه، علاش، اشنو هما الاطباق اللي خصنا ناكلوا في رمضان واشنو هما الاطباق اللي ما خصناش ناكلوا في رمضان. الدراسات ثبتت بان احسن ديتوكس هي الصيام. بعد ما كيفرق الصيام ديالو شنو كتلقى؟ طابله ديالو فيها 12 طبق. راه ما يمكنش نجي فوشبه وحده ونعطيها كاع داكشي اللي ما كلاتش. هذا الموضوع غادي نشوفوه في عينك ميزانك مساليتين على قناتكم دوزام.